هنضف اللحمه وكميه الدهون طبعا ما تبقاش كتير، وهشتغل فيها في مفرمه عادي جدا. ده كده الجزء. السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. معاكم اسلام بهجت ستورز، معاكم فيديو جديد مهم جدا، منتج صعب تجميعه، صعب مواصفاته، منتج مفرمه اللحمه 090. المنتج ده الموديل بتاعه 090 3500 واط، واعتقد ان الوات ده عالي جدا لان في مفارم لحمه كتير كانت عندنا 1500 وكانت 2000. الموديل ده جديد 090، موديل قوي جدا. هنشرحه لحضراتكم طريقه تركيبه وتشتغل بيه ازاي. في اكتر من وش موجود فيه، يعني وش اللي هو الفرم اللحمه العادي والضيق والواسع، وموجود معاه وش اللي هو بيعمل الكوبيبه، وموجود معاه وش تاني كويس جدا اللي هو بيعمل السجق. هنقول لحضراتكم دلوقتي تركيبه عامل ازاي وازاي نحافظ عليها، لان هي فيها تكات كتير بس كلها ان شاء الله تكات بسيطه. لو حضرتك اول مره تشوفنا، احنا مجموعه محلات في المنصوره اسمها اسلام بهجت ستورز، عندنا توصيل وشحن الباب البيت في اي مكان في مصر. احنا مش بنعمل الفيديو ده بغرض البيع، احنا بنعمل الفيديو ده لان في ناس كتير يكفينا شرفا اللي هي بقت بتثق فينا كمرجع كويس جدا على قناه اليوتيوب لاي جهاز منزلي محتاجه. هتلاقي فيها هنا عند حضرتك بلاي ليست كامله لكل منتجات سكاني، وبلاي ليست منتجات دي اس بي وراف ولوما بيلا. بنحاول على قد ما نقدر اي جهاز منزلي، اي منتج جديد بيجي بنجيبه لحضرتك نعمل لك الريفيو عليه، لان حقك دلوقتي في الزمن اللي احنا فيه التسويق الالكتروني والتجاره الالكترونيه بقت هي التجاره رقم واحد، فطبيعي ان حضرتك هتحاول انك تعمل مقارنات، هتحاول تعرف ايه المنتج المناسب بالنسبه لي. مفارم اللحمه دي في منها اشكال كتيره جدا، انت محتاج تشوف شكلها عامل ازاي، طب جهدها مظبوط ولا مش مظبوط. احنا مش بنعمل الريفيوهات بتاعتنا الطبخ او الاكل، احنا بندرس الحاجه الكترونيا، بنقول لحضرتك مواصفاته وطرق تجميعه وشكله عامل ازاي. المفرمه اللي معانا النهارده، انا طبعا عشان انا المكان اللي انا شغال عليه فانا فضيت الحاجه اللي فيها، بس هقول لكم بالظبط ايه القطع اللي بتيجي معاها وطريقه تشغيلها عامله ازاي. في الاول هي طبعا زي ما احنا قلنا لحضراتكم انتاج شركه سكاني، الموديل بتاعها 090. طبعا دي الماتور بتاعها كوبر، ماتور نحاس 090، الماتور بتاعها نحاس 3500 واط، ايزي تو يوز طبعا، سهله الاستخدام، مفيش كده اي حاجه ثانيه مكتوبه على الكرتونه، بتيجي بالشكل ده. كان في سؤال بيجي ساعات على شركه سكاني دي بلد، يعني ده كان بيبقى ممكن زمان شويه من 3 4 سنين، دلوقتي في ناس كتير عرفتها. شركه سكاني شركه بلد منشاها الصين، المنشأ بتاعتها الصين، المصنع اللي انا دخلته في الصين مصنع عملاق فعلا، بيعمل اجهزه منزليه كتير وبيعمل منتجات عنايه شخصيه واستشوارات، مكان حلاقه ما شاء الله، يعني حاجه ضخمه فعلا ومميز جدا في الاجهزه المنزليه. بس للاسف بقى في دلوقتي في السوق المصري في منه حاجات بتبقى تقليد. حاليا وانا بعمل الفيديو في شهر 2 2024، مفارم اللحمه لسه ما اتعملش منها تقليد، اللي اتعمل منها كوبي حاليا الكبات وبعض الارقام في الخلاطات وبعض الموديلات في الاير فراير. انت بتخوفني ليه؟ طب انا احمي نفسي ازاي؟ الموضوع سهل جدا، مش بنتكلم علينا هنا في اسلام بهجت ستورز، من اي مكان. الطبيعي حضرتك وانت بتجيب المنتج تضمن ان معاه شهاده ضمان، ما تشتريش منتج الا لما يكون بفاتوره رسميه ويكون معاه شهاده ضمان. شهاده الضمان دي بتبقى قد ايه؟ شهاده الضمان بتبقى سنه. انا شفت اعلانات على النت مكتوب منتجات سكاني بضمان سنتين وضمان 3 سنين، ده يا فندم للاسف كذب بين. الشركه نفسها بتدي ضمان سنه. في ناس تقول لحضرتك انا هديك شهادتين ضمان، ده طبعا الكلام ده غش تجاري، الكلام ده مش مظبوط. الشركه دي شركه سكاني بتدي ضمان سنه. ضمان السنه ده عشان في ناس كتير بتتلخبط فيه، في حاجه عندي اسمها ضمان وحاجه عندي اسمها عمر افتراضي. الضمان ده يعني انا لو حصل اي مشكله في خلال السنه اقدر اتوجه لمركز الصيانه اصلح المنتج بتاعي مجانا، محدش يقدر ياخد مني فلوس طالما هو عيب تصنيع مش عيب استخدام مني. طب بعد السنه، بعد السنه اقدر ان انا برضو اشوف لو في اي قطع غير انا محتاجها، في اي قطعه من دول باظت معايا، في اي قطعه من دول مش موجوده، مركز الصيانه بيوفرها لي، بس بتبقى بتكلفه، وان شاء الله بتبقى بتكلفه رمزيه جدا. انا بعمل الفيديو في شهر 2 2024 عشان في ناس شافت لي فيديوهات قديمه فبتاخد عليا الكلام، ده حقهم طبعا، بس يعني الكلام بيبقى مثبت عليا. انا بعمل الفيديو في شهر 2 2024 حاليا، مراكز صيانة مركز سكاني اللي موجودة عندنا في مدينة المنصورة وموجودة في القاهرة واسكندرية والزقازيق، دي المراكز المعتمدة للصيانة. طب انا في اسوان او انا في سوهاج او انا بعيد، طبعا انتوا على دماغنا، اصين المنتج بتاعي ازاي؟ اي مركز صيانة بقى فيه شحن وتوصيل لباب البيت. انا الكلام ده مش بقوله لسكاني، انا بقوله انا بعمل فيديوهات لدي اس بي، بقوله انا بعمل فيديوهات لاي منتج تاني، انا بديكوا الصورة كاملة، مش بزكي شركة عن شركة تانية. اهم حاجة في اي جهاز منزلي شهادة الضمان تكون فاتورة معتمدة.
جهاز شكله عام بيجي المفرمة اللحمة دي شكلها بيجي عامل كده. انا بس هوريكم العلبة وهشيلها عشان اقدر ان انا اشرح لكم الجهاز عامل ازاي. هي بتيجي بالشكل ده كده، مفيش معاها اي حاجة تاني خالص. الموديل بتاعها زي ما قلنا لحضراتكم 090، تيجي بنفس الشكل من الناحيتين، يعني مفيش فيها اي اختلاف. الشكل بتاعها عامل ازاي؟ شكل الجهاز او شكل مفرمة اللحمة هي بتيجي بالمنظر ده كده، تمام؟ طبعا معدن في بلاستيك، هي بتبقى معدن في بلاستيك. الدرج ده كويس جدا بالنسبه لمنتجات سكاني، بالنسبه قصدي للمفرمه دي. الدرج ده معمول درج اكسسوارز، يعني ايه الدرج؟ ايه لازمته برده انا مش عارف. الدرج ده حضرتك بتحط عليه فيه الاكسسوار بتاع المفرمه، هنوريها لحضراتكم دلوقتي. يعني موجود هنا مثلا في المكان اللي انا بحط فيه القطعه اللي بتعمل لي السجق، وفي هنا مكان بحط فيه اول وش وتاني وش، وطبيعي ان انا ببقى سايب وش موجود عشان الحاجه ما تضيعش مني. يعني مثلا عندنا دي القطعه اللي هي بتاعت السجق، هنوريها لحضراتكم دلوقتي. تقدر اللي هي تيجي عندي هنا كده، واقدر اللي انا احطها اعينها هنا كده واقفل الدرج بتاعي عادي خالص مفيش مشكله. وفي نفس الوقت موجود برضو مكان لكذا حاجه تانية، يعني عندي هنا في الجنب ده موجود ممكن احط في الوش اللي هو الضيق والوش اللي هو العادي النورمال، وممكن طبعا طبيعي اللي انا ببقى سايب قدام وش واحد. هشرح لكم بسرعه شكلها عامل ازاي، وبعدين نقول طريقه التنظيف بتاعتها. عندي هنا دول زرارين، الزرار ده بتاع القفل والفتح مكتوب عليه اون اوف، والزرار ده اللي هو بتاع استرجاع. يعني هي عامله ازاي مثلا وانا شغال على مفرمه اللحمه، لو جت المفرمه حسيت ان هي فيها حاجه كده علقت معايا في اللحمه مش عايزه تعدي، بلف الترس عكس السير اللي هو شغال عليه، بضغط على الزرار ده بلف عكس فاللحمه بتطلع تاني وبرجع لنا اشتغل تاني. بتيجي معاها ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ده اول جزء، تمام؟ ده كده اول جزء معايا، لو في حاجه ما طلعتش في الكاميرا عرفني، تمام؟ ده كده اول جزء معايا، ده تاني جزء معايا. دي كده مكوناتها بالظبط كلها اللي بتيجي معانا. ده تالت جزء، ده كده واحد اتنين تلاتة، ده رابع جزء، تمام؟ عندي هنا ده بيجي فيها، وعندي موجود شكلين التانيين دول ودول بيجوا معاه. لو جينا بصينا كده هنلاقي دي ضيقة، وهنلاقي دي متوسطة، وهنلاقي دي كبيرة، ويكاد يكون الاتنين دول قريبين من بعض، يعني مفيش فيهم فرق قوي. يعني ممكن نعتبر دي، ثواني كده نقيسهم مع بعض، يعتبر والله الاتنين قريبين جدا من بعض. فاحنا يعتبر اللي دي فرق بسيط خالص، فيعتبر اللي دي ممكن تكون قطعة تانية، يعني قطعة احتياطي للقطعة الأساسية، ودي بالنسبة لنا الرفيعة. أنا شايف الاتنين دول قريبين من بعض جدا، في فرق بس بسيط قوي يعني. يبقى دول كده تلات قطع، ومعايا القطعة دي، ومعايا القطعة، القطعتين دول اللي هما بتوع الكبيبة هشرحهم لحضراتكم دلوقتي، وآخر قطعة اللي هي الرئيسية معانا اللي هي دي. ده القطعة دي، ده احنا لو يعني تحس ان الموضوع صعب قوي، الموضوع مش صعب خالص، بس زي ما قلنا لحضراتكم قبل كده في الفيديوهات بتاعت الاير فراير، اي جهاز عندي الكتروني ما ينفعش انا اتعافى عليه. اي جهاز عندي منزلي مفيش حاجة بتركب بالعافية، اي حاجة، لان كان للأسف في حاجات جت في الاير فراير قبل كده من بعض العملاء، بيبقى مثلا الدرج بيقفلوه غلط او حاجة زي كده فبيتكسر معاهم. اي جهاز منزلي هو موجود ليه مكانه، لو ركزت هتلاقي الموضوع سهل، يعني مفيش حاجة بتركب بالقوة اطلاقا في اي جهاز منزلي. انا عندي دلوقتي اول حاجة، خلينا نشيل الاكياس دي كده، نشيل الاكياس دي عشان ما تعملش زحمة. انا بالنسبة لي كده كده جاية مظبوط، ظهر الحتة دي كده ظهر معايا صح، عشان ابدأ اشتغل عليه. انا عندي الجزء ده، في عندي هنا هلاقي فيه زرار صغير كده بنز طالع، انا لما اجي هضغط هنا هلاقيه دخل لجوه. طيب ده بيعمل ايه؟ ده زرار الامان، زرار الامان عشان اركب اول قطعه اللي هي دي. الزرار ده انا لو ما ضغطتش عليه، لو ما ضغطتش عليه القطعه مش هتركب، القطعه دي مش هتركب، لازم اللي انا اضغط عليه
وجات فعلا والله ناس كتير ضغطت عليه جامد جدا. هو مش هيتكسر يعني، بس مش هتخش معاك يعني، هتيجي تدخلها هتقول طب هي ركبت تركب كده ازاي، طب هي كده هتركب كده ازاي، لا انا هضغط هنا كده وبعدين هركب دي كده، هسمي الله طبعا واقوم ركب دي كده عادي خالص اهي، هركبها كده وبعدين هقوم جايب عكس عقارب الساعه وهشيل ايدي على الزرار كده. انا بالنسبه لي بشدها بلاقيها ركبت معايا، مفيش اي ايه، مفيش اي مشكله، يبقى دي اول قطعه بالنسبه لي. طيب القطعه دي طبعا دي اساسيه معايا في كل التشغيل، عندي من هنا مفتوحه وعندي من هنا مقفوله. المفتوحه دي هبص من جوه هنا هلاقيها المفروض تخش معايا في الحته دي من جوه، يعني لو جينا قسناها كده هلاقيها ايه هي بتاعتها اهي من غير القطع اللي معايا دي، بس احنا طبعا هنركب دي الاول. بسم الله الرحمن الرحيم، سامعين التكه دي؟ دي كده بالنسبه لي قفلت اهي تمام. القطعه دي هتركب معايا هنا هي بتتلف جوه سنه بسيطه، انا كده بالنسبه لي هي كده ركبت، يبقى انا كده خلصت اول ايه اول قطعه. تعالى نخلص من الحته اللي فوق دي عشان دي سهله ما فيهاش حاجه. القطعه دي هتركب معايا هنا كده، ده كده الطبق بالنسبه لي من فوق على ما اعتقد كده الموضوع سهل. طب دي بتاعت ايه؟ دي اللي انا هزق بيها اللحمه وانا شغال. في الانستراكشن بتاعتها والطبيعي اللي هو ما ينفعش، ربنا يعني ان شاء الله نتمنى السلامه للجميع، ما ينفعش اللي انا اعمل هنا بايدي، هي مش هتوصل للمفرمه لان هي في الجزء ده بس. طبعا بلاش اعمل هنا بايدي او بلاش اعمل هنا بمعلقه او بلاش اعمل هنا باي حاجه تانية، انا هستخدم القطعه دي فقط. ولا قدر الله ضاعت من حضرتك اسالنا في سلام باكت ستورز، ان شاء الله ممكن نحاول نوفرها لك من التوكيل او انت حاول تجيبها، وان شاء الله هي مش هتضيع يعني، بس بلاش استخدام اي حاجه تانية، حاجه خشب حاجه حديد بلاش، احنا ريكومندد معانا عشان هي ليها المكان بتاع السيفتي هنا ده اخرها، فهي صعب اللي هي تنزل عن كده اصلا. فانا بالنسبه لي هاجي ازق الاكل او هزق اللحمه هزقها بدي فقط. اللحمه طبعا في يعني ريكومندد في اي مفرمه لحمه اللي انا ما احطش لحمه اكيد يكون فيها عظم او يكون فيها دهون كتير قوي، ما ينفعش بيبقى غلط على الماتور بتاع المفرمه. انا هنضف اللحمه لو فيها طبعا اي عظم ده ما ينفعش، هنضف اللحمه وكميه الدهون طبعا ما تبقاش كتير، وهشتغل فيها في المفرمه عادي جدا. ده كده الجزء اللي فوق احنا خلصناه تمام. هنيجي بقى على الاستخدام الرئيسي بالنسبه لي اللي انا اصلا جايبها مفرمه لحمه، يعني انا مش عايز اعمل بيها سجق او مش عايز اعمل بيها كبيبه، انا عايز اعمل مفرمة لحمة. هعمل ايه؟ هركب القطعة دي بالنسبة لي كده، بالنسبة لي القطعة دي كده ركبت تمام؟ سهلة دي باينة كده في الكاميرا صح؟ عندي ثلاث وشوش انا بشتغل بيهم، اختار اي وش انا عايزه وليكن هيبقى الوش ده، هركبه عندي هنا كده. شايفين في مسار موجود هنا كده، مسار موجود هنا كده، وعندي في فتحة هنا برضو كده عشان هي مش هتركب معايا كبس، هي مش هتركب معايا كبس. انا هاجي بعد ما احطها هنا كده هتقع، يعني انا لو سبتها هحس ان هي هتقع، بس هي كده دخلت معايا بقت ايه بقت مظبوطه. بعدين هجيب القطعه الاخيره دي وهشتغل بيها كده. كده انا بالنسبه لي هي دي بقت مفرمه اللحمه، هحط هنا عندي اللحمه هتنزل هنا عادي مفيش مشكله. وتعالى برضو نجربها مع بعض نسمع صوتها، وبعدين هوريكم القطعه التانيه بتشتغل ازاي. انا بالنسبه لي كده شغاله، بالنسبه لي كده مقفوله كده. لو انا حسيت ان انا في حاجه عندي هنا كده يعني مش عايزه تنزل، انا هعمل كده هرجعها اللف عادي خالص، وكده عندي شغاله وكده عندي واقفه. ده كده تشغيلها سهل جدا كده ما فيهوش اي حاجه بالنسبه لي. هنيجي على القطعه الثانيه اللي انا عايز اغير الوش بتاعها، بلف عكس عقارب الساعه وبشيل دي عادي مفيش مشكلة، وبشيل الجزء ده. بس طبعا الحاجات دي هي مش هتعور ان شاء الله، بس برضو نخلي بالنا تبقى الشد بتاعها يبقى بالراحة. ونركب الوش التاني طبعا عشان وقت الفيديو ما يطولش عليكم، هنركب الوش التاني ده نفس الفكرة مفيش فيها اي مشكلة خالص. طيب بالنسبة للسجق هعمله ازاي او ايه المناسب ليه؟ القطعة اللي احنا عندناها جوه هنا في الاكسسوارز بوكس دي طبعا بتاعة السجق، هنيجي هنركب اول حاجة القطعة دي نفس الاستخدام عادي خالص اهو تمام. انا اسف انا نسيت دي، نركب دي عادي خالص اهو، وهنركب دي عليها
وهنركب دي عليه. طبعا دي عليها كده مش هتمسك بالنسبة لي صح؟ لا هي هتمسك يا فندم اهي. احط دي هنا كده. لو في حاجة من ايدي مش ظاهرة اعرفها. وبعدين هلف كده عادي خالص اهو. بالنسبة لي كده بقت شغالة عادي مفيش فيها اي مشكلة. دي القطعة اللي هي بتاعت السجق. طيب تالت قطعة عشان فيها تكة بسيطة كده اللي هي بتاعت الكوبيبة بتتعمل ازاي؟ انا لما اجي انضف مفرمه اللحمه من اللحمه اللي فيها او من الحاجه اللي فيها، انا المفروض ان انا هنضفها ازاي؟ انا المفروض ان انا هشيل قطعه قطعه عادي خالص زي الطريقه اللي احنا ركبناها، قطعه قطعه هشيلهم وهنضفهم بميه مش ساقعه ومش سخنه قوي، يعني ما ينفعش درجه الحراره بتاعتها كده تعدي ال 40 50، لا مش يعني طبعا هي الميه بتغلي عند درجه حراره 100، ميه دافيه مفيش فيها مشكله وهنضفها. واكيد والله حضراتكم فوق دماغي وعارف اللي انا هقوله ده امر طبيعي، ما ينفعش انا اغسل المفرمه، يعني ما ينفعش احطها تحت حنفيه او انا اغسلها. المفرمه نفسها هعملها باي حاجه سوفت مبلوله بسيطه خالص وهاجني بلمعها بالظبط همسحها، انما الكلام اللي جوه ده كله بفكه وبغسله بره عادي خالص وبرجع اللي انا انشفه تماما وبرجع اللي انا احطه. طيب تكه صغيره كده لحضراتكم عشان يعني انتوا ناس معانا على القناه ودي حاجه تشرفنا. حافظ ازاي على الحاجات نفسها دي ما تصديش؟ هدهنها بزيت زيتون، يعني الحاجات دي وانا بلمعها باي فوطه زي مثلا هحط عليها زيت نباتي او احط عليها زيت زيتون وهلمعها كده بفوطه بزيت زيتون، الكلام ده هيحافظ عليها من الصدى وان شاء الله هتعيش مع حضرتك فتره كبيره جدا. احنا كنا واقفين كده عند بتاعه الكوبيبه صح كده؟ الجزء اللي هو بتاع الكوبيبه هاجي دلوقتي هيبقى معايا القطعه دي ومعايا القطعه دي، دول بيركبوا في بعض كده عادي خالص اهو. القطعه دي والقطعه دي بيركبوا في بعض كده عادي خالص، وبعد كده بحطها برده نفس الحته اللي عندي هنا عندي موجوده هنا. انا ممكن اركب دي الاول كده حضرتك عشان تبقى واضحه، وبعد كده هركب دي كده مظبوط، وبعد كده هقوم مركب عليها دي. كده انا بالنسبه لي ده بتاعت الكوبيبه، احنا كده عملنا الفرم اللحمه عادي وعملنا السجق وعملنا الكوبيبه وقلنا لحضراتكم تنضفوها ازاي. المكان اللي هو بتاع البوكس بتاع الاكسسوارز انا دلوقتي عندي لما اجي افك دي هفكها ازاي؟ هضغط على الزرار وهجيب سنه العكس وهشيلها كده عادي خالص وهلاقي دي نزلت معايا كده مفيش فيها مشكله. الدرج اللي عندي ورا اللي انا قلت لحضراتكم عليه اللي هو بتاع الجزء ده انا عندي هنا لما اجي هرص فيه الحاجه بتاخد معايا دي، بتاخد معايا دي مفيش فيها مشكله. عندي ده في مكان هنا كده بحطها فيه، عايز اوري لحضراتكم المكان ده ظاهر في الكاميرا المكان اللي في الجنب ده. فانا عندي هنا كده يعني انا هحط اول جزء احط دي هنا كده، عندي دي هحطها هنا كده، وعندي دول ركبوا معايا الاثنين مفيش اي مشكله، وعندي دي كمان احنا هنشوف كده اخيرا ممكن تاخد ايه، وعندي دي كمان ممكن تيجي، وعندي دي. فانا عندي هنا كده هحط القطعتين دول وهرجع اللي انا هقفل كده. بالنسبه لي دي الاكسسوارز بتاعتي اتحافظ عليها هنا في المفرمة. يا رب اكون قدرت افك في كل حاجه. احنا قلنا اللي هي 3500 واط، ولو في حاجه انا نسيت اقولها سامحوني بس حطوها في الكومنتات وهرد عليكم في اسرع وقت ان شاء الله. في عندك هنا بلاي ليست موجوده على اليوتيوب اسمه ما لا تعرفه عن الاير فراير، بلاي ليست مهمه جدا لو حضرتك عندك اير فراير او لسه هتجيبي اير فراير مفيده جدا، فيها كل الانستراكشر المهمه بالنسبه للاير فراير. محتاج تعرف اي حاجه عننا تفاصيلنا كلها تحت في الديسكربشن بوكس. اسلام بهجت ستورز، احنا بتوع سكاني، احنا اصل الكترونيات.